اهلا وسهلا يا شكري بيه، اتفضل. حضرتك يا هاني. متشكرة قوي. انا اسفة، ايدي مليانة سمنة وضيق. اتفضل. اتفضل، اهلا وسهلا. ايه الورد الجميل ده ما شاء الله؟ اتفضل. ربنا يخليك. دقيقة واحدة بس هغسل ايدي واجي لحضرتك على طول. لا لا لا، خليكي في اللي انت فيه، وهنلتقي ان شاء الله عشان نحتفل. خير خير ان شاء الله. البدلة اللي احيتيها يا هاني دي كانت وش السعد. أنا رجعت الوزارة خلاص. بجد؟ يا ألف نهار أبيض، طبعاً تستاهلها، تستاهلها قوي يا شكري بيه. طب والله أنا لو بعرف أزهرت كنت زغرت. ألف مبروك. كتر خيرك، أنا تعبتك معايا قوي. تعبك راح، اوعى تقولي تاني كده لحسن أزعل. وأنا ما أقدرش على زعلك خالص. وحصل إزاي؟ يا ستي بيقولوا انه ده حقي وانهم مش هيلاقوا حد في نزاهتي وكلام من هذا القبيل. طبعا عندهم حق، بس انا اشترطت لا نزول في المظاهرات ولا تعرض للمصريين الشرفاء. بطولتك دايما محل اعجاب للجميع يا بيه. ورقتك محل اعجاب الجميع برضو يا سعاد هانم، وخصوصا انا. بتهيألي بعد ما رجعت الوزارة في حاجات كتيرة هتتغير إن شاء الله. زي إيه؟ زي العزلة، وإن كل واحد عايش لوحده. شكري بيه، لازم تشرفينا بالليل عشان نحتفل. طبعاً، والحلو أنا اللي هجيبه. ده شيء بديهي يا هانم، الحلو يجيب الحلو. طب استأذن أنا بقى. اتفضل يا شكري بيه، اتفضل. وميرسي قوي على الورد ده، جميل قوي. ربنا يخليك ويخليك. بالإذن. اتفضل. هعمل لكم احلى كحك. على مي امانو ايطالي از ان اسيوبيو از ا فوري كان سافج. وليه مصر بيعملوا كده؟ اسيوبيا ضعيف، از نوت ايكويفلنت اتول تو ايطالي. وايه الفرق بين الطليان في الحبشه والانجليز في مصر؟ هدي مين؟ حضرتك فاهم قصدي كويس. سعد يقصد ان التوجهات الاستعماريه لها نفس المعايير. يو ار سينج كلام صعب كتير عبد الرافع. انا بقى اقول لك الكلام السهل، الانجليز محتلين والطليان محتلين. نو انجليز ديفند ايجيبت. بتحموها من ايه وليه؟ وانتوا بتاكلوا من خيرها وبتغيروا دستورها وبتعتقلوا شبابها ورجالها. نو مور سات. مش حضرتك قلت ان دي مناقشه مفتوحه؟ وان انجلترا رمز الديمقراطيه؟ خليك ديمقراطي وسيبنا نقول ما نريد. ستوب ات. نو مور توكينج. حصه انتهى. يا سلام على وطنيتك يا سعد، فحمته. ده قال له واجب. ما هو راجل كمان ما عندوش دم. وهم من امتى الانجليز عندهم دم؟ واذا كان موجود زي ما انتوا عارفين يبقى بارد. انا رايي نقوم بمظاهره لمسانده الحبشه. مظاهره ايه اللي نقوم بيها؟ اذا كنا مش عارفين نعمل مظاهره عشان مصر هنعملها عشان الحبشه؟ وبعدين كده هتتفهم ان احنا بنساند الانجليز ضد الطليان عشان ما بينهم حرب. انا لما اقترح اقتراح لا يعترض الا زعيم. زعيم؟ يعني نجيب لك النحاس باشا يعترض لك يا شيخ بليا؟ بليا؟ انا الاستاذ عطله. الاحترام يا ولد. خلوا المظاهرات لوقتها يا جماعه، خلونا نفكر تفكير منظم عشان يوم الجهاد. ايه اللي موقفك مع الجماعه الفلاحين دول يا شوكت؟ زمايلنا برضه يا جماعه. طب ما تغير اسمك من شوكت لطه. تعال. الخرعه دي بتضحك على ايه وهي بتشاور علينا؟ يا عم شوي، انت هتقول شكل للبيع ولا ايه؟ انت عارف الواد شوكت ده ما بينزلش من ذوق، وجوا على طول بوشين. معاكم معاكم عليكم عليكم. سيبك من جوكت دلوقتي، خلينا في ضرية. ضرية، أنا صدرية. طيب معلش استنوني هناك وانا هاجي لكم على طول. ايه
أنا ممكن دقيقة؟ آه طبعاً يا سار. طب ممكن أقف بدلها؟ أيوة يا سعد. هو أنا غضبتك في حاجة؟ لا أبدا. ليه بتقول كده؟ أمال ليه بتستجعليني؟ يا سعد المرة اللي فاتت كانت أول مرة في حياتي أعصى بابا وأكتب عليه. أنا متأكد، وعشان كده أنا حاسة بتأنيب الضمير. ضميرنا يلمنا لو بنعمل حاجة غلط، إنما المعاني السامية والعواطف البديلة عمرها ما كانت غلط، دي هي الصح بعينها. طيب معلش يا سعد، خلينا نتكلم في الموضوع ده في وقت آخر، عشان بس صديقاتي مستنيين. إمتى؟ مش عارف. عيني عليك يا حبشي، بالسابة كده وحدانية الطلياني ينهشوا فيها. ما ده اسمه كلام يا شيخ عبد الحي؟ ده شأن الاستعمار في كل مكان يا عبدو، الإنجليز زي الطليان زي الفرنساوي. إلهي نشكوا في معامعهم. طب والعمل يا شيخ عبد الحي؟ يمين ياخدني هناك ويوديني على مركب مش الله حتى موت. دول غلابة غلابة يا ناس. أنا معاك يا عبدو، بس في مثل بيقول اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجاب. يعني ايه؟ يعني مصر اولى يا عبده. ما هو الانجليز مش هيسيبوا الطليان مش عشان يعشقونا الاحباش، لكن كي لا يعملونا على مصر. يعني الانجليز يغزوا في الطليان والطليان يكيدوا في الانجليز، واحنا والغلبه بتوع الحبشه نقعد نتفرج عليهم زي خيال المآتة؟ ما هو خيال المآتة ده مصيره يوم هيصحى، والعصافير والنسور كمان هيخافوا يحوبوا ناحيته. كلامك صعيب وملاوع يا شيخ ابحي النهارده. أني هستأذن عشان أحضر لقمة للأساتذة. ما تنسانيش يا عبد. ولي من أنت نسيتك يا شيخ أبو حي. ما أنت شكلك هتنسى. يلا. مساء الخير يا أنسة سمير. مساء النور يا دكتور. يا ترى شكري بيه موجود؟ أيوه موجود، اتفضل. ثانية واحدة أشوفولك صحي ولا نايم؟ لا لا نايم، خليه شوية، خليه يرتاح، وأنا ممكن أساعدك في الزينة الجميلة دي. يا خبر، معقولة؟ متشكرة أوي يا دكتور. متشكرة على إيه؟ هو أنت فاكرة إن شكري بيه ده والدك لوحدك ولا إيه؟ ده والد انا كمان، والاحتفال بيواجب علينا كلنا. الواد عبده قال لي ان هو رجع الوزاره. اه الحمد لله. الحمد لله. وانت يا سميره بقى بتقضي وقتك ازاي؟ يعني زي ما انت شايف البيت هنا شغله كتير، ده غير مشاكل بابا والدريه. عارفه يا سميره، لو كنت غيرت تعليمك ودخلت الجامعه حياتك هتبقى احسن كتير. ممكن لازم ده اهو نصيبي بقى. طب ما تغيري نصيبك يا سمير. هو النصيب بيتغير يا دكتور؟ طبعا بيتغير. ليه ما ترجعيش تدرسي من الاول وجديد؟ ياه ده انا نسيت كل حاجه خالص. خساره يا سميره، عينيكي ذكيه، وحرام تفضلي محبوسه في البيت كده. ممكن لزق كمان؟ ما انا كده كده مصيري للبيت. ذوقك حلو قوي في الزينه على فكره. متشكره. أنا هموت من الجوع يا سميرة. دكتور عبد العزيز، ازيك يا دوريه؟ الحمد لله. ازيك أنت يا دكتور؟ أمال بابا فين؟ هندهله على ما تعملي شاي للدكتور. ولحق الخبر اتعرف؟ شارع عزيز ده غريب قوي يا اخي. بصراحه شكري بيه هو اللي غريب، الواد عبده
عنده اخبار الشارع كله. ده حتى حكايه ميمي لما ضربت امينه فندي جوزها بالقباب قال لي عليها. طب عليا النعمه من القباب قليل عليه. مش قادر افهم ازاي بنت اموره زي دي تتجوز امها زي امين ده. دي اكيد لو الحاجه كان ممكن تتجوز مهندس رهيب ولا وزير ولا ضابط كبير في الجيش يا شكري بيه. عيب يا ولد عيب. دي من دور بناتي. ماشي يا شكري بيه نمشيها بنتك. قول لي بقى عملتي وقابلت مين؟ انت ازاي تسمحي للبجح ده انه يقعد معاكي لوحدك وبابا نام؟ الله كان بيساعدني في تعليق الزينه. ايه يا سلام، ومن امتى بقى الشهامه دي؟ نفسي اعرف انت ليه على طول مش طايقه كده. يا سميرة انت عارفة اكتر مني ان اللي حصل ده عيب. وانت بقى اللي هتعرفين العيب، ولا نسيتي موضوع سعد؟ سعد انا قابلته في مكان عام مش في الصالة وبابا نايم. درية انا واثقة من نفسي ومن افعالي. وانا واثقة فيكي وفي افعالك، بس مش واثقة فيه هو. انت ليه بتقولي عليه كده؟ يا سميرة اي نعم انا اختك الصغيرة، بس انا بحذرك خدي بالك وبلاش تدلقي على عبد العزيز ده قوي كده.